ما الذي يمكن أن تحمله هذه القمة اليوم، وهل سوف تكون على مستوى الحدث؟ لا نستطيع أن نقول ستكون على مستوى الحدث، لكن على الأقل سيشهد موقفا عربيا إسلاميا موحدا باتجاه هو وقف حمام الدم في فلسطين في غزة تحديدا. يمكن أن تتجه هذه الدول وأن تمارس ضغطا دبلوماسيا أكثر، هي محرجة، الدول العربية والدول الإسلامية محرجة بشكل كبير أمام ما يجري في غزة. يمكن أن تخرج من هذا الإحراج نوعا ما إذا ما فعلا قامت بممارسة ضغط على الولايات المتحدة. أنا قلت إسرائيل أصبحت خارج الموضوع الآن، الولايات المتحدة إذا ما فعلا حست أن هناك مثلا خطورة أو ضغط، يعني هي أيضا الحكومات هذه تخشى من غضب شعبي أو استمرار الغضب الشعبي الموجود في هذه الدول، يعني على هذه الحكومات أن تستجيب، أن لا تهمل هذه الضغوط الشعبية الموجودة في كل هذه الدول. يعني هناك مخاطر حتى تهدد الأمن، يعني هناك مصالح أمريكية في الدول العربية والإسلامية يمكن أن تتعرض إلى هجمات غير منسقة أصلا، هجمات شعبية عادية عفوية مثلا. صحيح. لذا فأنا أتصور أن هذه القمة يمكن أن تحمل ورقة أخرى للضغط السياسي والدبلوماسي على المتحدة، كما قلنا لممارسة ضغط أكبر على إسرائيل من أجل وقف هذه الحرب. ولكن هل برأيك اليوم يوجد خلافات عربية فيما يتعلق بموقفهم من المقاومة الفلسطينية؟ شهدنا في البداية كانت الولايات المتحدة وزير خارجيتها تحديدا يريد أن ينتزع تصريحا أو ينتزع موقفا من أكثر من دولة عربية بأن حماس هي جماعة إرهابية، وهو ما رفضته الدول العربية. صحيح. قمة القاهرة للسلام لم تخرج ببيان ختامي بسبب هناك بعض الخلافات على بعض النقاط التي يعني كان من المفترض أن تخرج في بيانها الختامي. اليوم يعني الشارع العربي نتحدث لا يعول كثيرا على هذه القمة العربية، ويقول ما فائدة هذه القمة العربية والإسلامية غير العادية المنعقدة بسبب الأوضاع في غزة إذا لم تكن على مستوى الحدث ومستوى يعني الجرائم التي تحدث في قطاع غزة؟ ما الفائدة من انعقادها؟ هل سوف تعيدون تكرار الموقف العربي كلا على حدة بأننا نريد وقف الإطلاق الحرب، وقف الإطلاق، وقف للحرب، نريد أن تفرج إسرائيل عن كل الرهائن الفلسطيني وبالتالي تفرج المقاومة الفلسطينية عن كل الرهائن لديها من الإسرائيليين والجنسيات الأخرى؟ إذا 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 كنا نريد أن نعيد نفس المواقف ونفس المناشدات، ما هو الداعي لانعقاد مثل هذه القمة؟ يعني كما قلت هو إحراج أكبر. القيادة العربية كما قلنا محرجة، القيادات الإسلامية العربية محرجة، تريد أن تقدم شيئاً، على الأقل تريد أن توقف الحرب الموجودة الآن في هذه المرحلة، يعني كل الضغط راح سيكون باتجاه وقف الحرب في هذه المرحلة. المرحلة المقبلة، المرحلة السياسية والدبلوماسية، أنا أتصور حتى حماس أدركت أن التي كانت تفكر حماس بأنها ستدعمها بكل شيء، لا سيما إيران أو بعض الفصائل الأخرى، أيضا بعد موقف وتصريح حسن نصر الله والموقف الرسمي الذي صدر عن إيران، حتى الموقف الذي صدر من إيران تجاه الفصائل العراقية للسيد محمد الشيعي السوداني في زيارة، يمكن أن يكون هناك أيضا مراجعة من قبل قيادة حماس في دراسة أو مراجعة كل هذه المواقف. يمكن أن فعلا يؤدي هذا الأمر إلى تطبيع نوعا ما جزئي بين حماس والقيادات العربية التي كانت فعلا على خلاف ومقاطعة مع حماس. أنا أتصور المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحا سياسيا سواء من حماس أو من حتى بعض الدول التي فعلا تقاطع حماس أو لا تؤيد حماس أو أصلا لا تعترف الآن بحماس في هذه المرحلة. نعم يعني لكن هناك في أمور واقعية، يعني نحن كشعوب لدينا عواطفنا يعني. صحيح. ولدينا حساباتنا، لكن في السياسة أستاذ عادل وفي العلاقات الدبلوماسية والتعقيدات السياسية الموجودة وأنظمة الحكم أيضا لها حساباتها، يمكن أن الشارع البسيط أو الشخص البسيط العاطفي لا يعرف، لا يدرك هي معنى هذه تقوده. الأمور. صحيح. لكنها هي موجودة، هي واقعية، يجب التعامل معها بشكل واقعي. يعني الدعوات الآن يعني هي في المرحلة الأولى إيقاف الحرب، إيقاف حمام الدم الموجود لدى الفلسطينيين والمتأثرين بشكل كبير ومباشر من استمرار هذه الحرب، ومن ثم التفكير في التعامل مع حماس سياسيا
أو تعامل حماس مع هذه الدول في مرحلة مقبلة سواء مع مصر أو بعض دول الخليج. نعم. لنتصور أن كما قلت هو التركيز سيكون على وقف العدوان، وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ومن ثم التفكير في إيجاد خريطة سياسية جديدة في المنطقة يمكن فعلا أن تشهد حل الدولتين، لكن كما قلت بعد ترتيب البيت الفلسطيني باعتبار أن هذه الدول العربية لها تأثيراتها على السلطة الفلسطينية.